الحمد لله وكيف الصلاة والسلام على النبي المصطفى على آله وصحبه المستكملين الشرف وبعد. فأهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدي الكرام مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا وهو درس الاختصاص. عندما يريد المتكلم أن يخص أمرا ما بصفة ما، أو يريد أن يقول أن هذا الأمر مقصور على هذا أو ذاك أو مختص به، فإنه يلجأ إلى هذا الأسلوب. طيب، ما المطلوب من هذا الدرس؟ لابد مطلوب من هذا الدرس أن نعرف ما هو الاختصاص أو الاسم المختص، وما إعرابه، وما صوره، وما هي الأغراض التي يأتي من أجلها الاختصاص. الاختصاص هو اسم ظاهر مقترن بأل أو مضاف إلى معرفة، يأتي غالبا بعد ضمير متكلم لبيان المراد منه. يعني مثلا أقول نحن الطلاب شعارنا الجد، يبقى الاسم المختص حضرات اسم ظاهر مقترن بأل أو مضاف إلى ما فيه أل. عندما نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يبقى الاسم المختص إما أن يكون مقترنا بأل أو مضاف إلى ما فيه أل. كلمة معاشر ليست مقترنة بأل وإنما أضيفت إلى ما فيه أل. طيب، يأتي غالبا بعد ضمير متكلم، نحن ده ضمير إيه؟ متكلم، يأتي لبيان المراد والمقصود من هذا الضمير. يعني أنا عندما أقول نحن من؟ نحن الطلاب ولا الأساتذة ولا المهندسين ولا إيه ولا إيه؟ فالاسم المختص يأتي بيانا وتوضيحا لهذا الضمير أو لبيان المراد من هذا الضمير. طيب، هل معنى ذلك أن ممكن اسم مختص يأتي بعد ضمير مخاطب؟ نعم، لكن الأكثر والغالب أن يأتي بعد ضمير متكلم. يعني ممكن نقول بكم طلاب العلم تنهض البلاد، بكم ده ضمير إيه؟ كم ضمير مخاطب، أتى بعده اسم مضاف إلى معرفة، اسم مختص. يبقى الاسم المختص حضرت إما أن يأتي بعد ضمير متكلم لبيان المراد منه وهذا هو الكثير الغالب، وإما أن يأتي بعد ضمير مخاطب وهذا قليل ونادر. تمام؟ طيب، غالبا أحبابنا الكرام ما يكون الاسم المختص بين ركني جملة، يعني بين المبتدأ والخبر. يعني نحن مبتدأ، شعارنا الخبر، تمام، أو بين اسم إن وخبرها، أو بين اسم كان وخبرها. يبقى إذن الاسم المختص غالبا ودائما يأتي معترضا بين ركني جملة، بين المبتدأ والخبر، بين اسم إن وخبر إن، أو بين اسم كان وخبر كان. طيب، كيف نعرب هذا الاسم؟ هذا الاسم يعرب مفعولا به لفعل محذوف وجوبا تقديره أعني أو أخص. يعني كلمة نحن الطلاب، كلمة الطلاب أقول إيه؟ مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني، يعني أخص الطلاب أو أعني الطلاب. طيب، صور هذا الاسم المختص. أول حاجة أن يكون اسم ظاهر مقترن بأل، تمام، زي إيه؟ نحن الطلاب مجتهدون. يبقى الصورة الأولى للاسم المختص أن يكون اسما ظاهرا مقترنا بأل. الصورة الثانية اسم ظاهر مضاف إلى معرفة، نحن طلاب الأزهر مجدون. هنا كلمة طلاب اسم مختص ليس مقترن بأل وإنما أضيف إلى اسم إيه؟ مقترن بأل. الصورة الثالثة أن يكون الاسم المختص عبارة عن أيها أو أيتها، ويأتي بعدهما نعت،
اسم مقترن بأل يعرب نعت. زي إيه؟ نحن أيها الطلاب أصحاب خلق. قد يظن ظان أن كلمة أيها هنا منادى، لا، كلمة أي هنا اسم مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص، يعني اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، والهاء للتنبيه. كلمة الطلاب التي أتت بعدها ده نعت، نعت لأي لكن على اللفظ وليس على المحل، لأن أي محلها النصب على الاختصاص لكن لفظها مضموم، هي مبنية على الضم، فالنعت الذي يأتي بعدها يكون تابعا لها على اللفظ وليس على المحل. يبقى إذن هذه هي الصورة الثالثة من صور الاختصاص. يبقى الاسم المختص إما أن يكون اسما ظاهرا مقترنا بأل، أو اسما ظاهرا مضاف إلى ما فيه أل، أو يكون عبارة عن أيها وأيتها يأتي بعدهما اسم مقترن بأل يعرب نعتا لهما على اللفظ وليس على المحل. طيب إذا كان الاسم المختص حضرات أتى بعد الضمير لا ليبين المراد منه وإنما يكون خبرا له، حينئذ لا يكون إيه؟ لا يكون اسما مختصا ويخرج عن دائرة الاختصاص. يعني مثلا أقول من الذي سبق فتقول نحن ها السابقون، فكلمة السابقون أتت بعد ضمير متكلم لكن لا لتبين المراد بالضمير وإنما لتعرب خبرا لهذا الضمير. يبقى إذن السابقون خبر وليست اسم إيه؟ مختص. يبقى الاختصاص أو الاسم المختص هو اسم ظاهر مقترن بأل أو مضاف إلى معرفة يأتي غالبا بعد ضمير متكلم ليبين المراد أو المقصود من هذا الضمير، وقد يأتي بعد ضمير المخاطب لكن يعني بقلة. إعرابه يعرب مفعولا به لفعل محذوف وجوبا تقديره أعني أو أخص. صور الاسم المختص إيه؟ أن يكون اسما ظاهرا مقترنا بأل مثل نحن الطلاب مجتهدون، أن يكون اسما ظاهرا مضاف إلى معرفة نحن طلاب الأزهر مجدون، أن يكون عبارة عن أيها أو أيتها، أيها للمذكر وأيتها للمؤنث، ويأتي بعدهما اسم مقترن بأل يعرب نعتا لأي على اللفظ وليس على المحل. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا هذا وهو درس الاختصاص مع درس جديد من دروس اللغة العربية ألا هو درس حروف الجر. حروف الجر أحبابنا الكرام هي حروف تختص بالدخول على الجملة الإسلامية، يعني حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، وهي 20 حرفا، يعني نأخذ أشهر معانيها، أشهر معاني حروف الجر. أول حرف من حروف الجر من، أشهر معاني هذا الحرف أنها تكون للتبعيض، ربنا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون، أو ابتداء الغاية الزمانية أو المكانية، يعني صمت من أول الشهر إلى آخره. من هنا أفادت ابتداء الغاية الزمانية، يعني ابتداء الصوم، ابتداء زمن الصوم كان من أول الشهر. وقد تفيد أيضا ابتداء الغاية المكانية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يبقى إذن ابتداء الإسراء كان من المسجد الحرام، فأفادت هنا ابتداء الغاية المكانية. إلى تفيد انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية، يعني مثلا هنا صمت من أول الشهر إلى آخره، كلمة إلى هنا أفادت انتهاء الغاية الزمانية، يعني الصوم ابتدى من أول الشهر وانتهى إلى آخره زمن الصوم. تمام.
كذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني انتهاء الإسراء كان إلى المسجد الأقصى، فإلى هنا أفادت انتهاء الغاية المكانية. طيب بعد ذلك عن الحرف الثالث من حروف الجر هو عن أشهر معاني المجاوزة. عندما أقول سرت عن البلد يعني سرت مجاوزا ومباعدا عن البلد. طيب حرف على أشهر معاني على أحبابنا الكرام الاستعلاء والفوقية، سواء كان استعلاء حسي أو معنوي. أقول مثلا في الاستعلاء الحسي الكتاب على المكتب، هذا استعلاء حسي لأن المكتب شيء حسي، فعلى هنا معناها الفوقية والاستعلاء، الكتاب على المكتب يعني فوق المكتب. طيب استعلاء معنوي أولئك على هدى من ربهم، فكلمة على هنا أفادت الاستعلاء المعنوي لأن الهدى لا يعني شيء معنوي، لا يصح أن نقول أن الاستعلاء هنا استعلاء حقيقي يعني حس، لأن كلمة هدى ده اسم معنى يعني لا يدرك بالحواس الخمس. طيب في أشهر معانيها الظرفية الزمانية أو المكانية. الزمانية عندما أقول صمت في رمضان يعني زمن الصيام بتاعي كان فين؟ في رمضان، فأفادت هنا الظرفية الزمانية. تمام. الماء في الكوز، في هنا أفادت الظرفية المكانية يعني مكان الماء فين؟ في الكوز. ربا بعد ذلك هو الحرف السادس، أشهر معاني ربا أحبابنا الكرام التقليل، عندما تدخل بلدة كلها بخلاء ثم قابلت رجلا واحدا كريما فتقول ربا رجل كريم لقيته في هذه البلدة، فرب هنا إيه؟ للتقليل. الكاف الحرف السابع من حروف الجر أحبابنا الكرام أشهر معانيها التشبيه، محمد كالأسد في الشجاعة. طيب نأتي إلى حرف اللام. حرف اللام أشهر معانيه ثلاثة، الملك، الاختصاص، الاستحقاق. الملك إذا وقعت اللام بين ذاتين يعني اسم ذات واسم ذات، إيه الفرق يا حضرات بين اسم الذات واسم المعنى؟ اسم الذات يعني يدرك بإحدى الحواس الخمس، السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس، يعني بسمعه، بشوفه، بشمه، أتذوقه، ألمسه، ده اسم ذات. طب اسم المعنى لا يدرك بإحدى الحواس الخمس، يعني مثلا العلم، العلم أنت حضرتك بتشوفه بتلمسه، الشجاعة، المروءة، وهكذا. يبقى اللام تفيد الملك إذا وقع بين ذاتين ودخلت على من يتصور منه الملك، يعني مثلا المال لمحمد، المال اسم ذات ومحمد اسم ذات، واللام هنا دخلت على من يتصور منه الملك التملك، يعني محمد ده شيء عاقل يستطيع أن يتملك شيئا ويكون مالكا له. طيب الاختصاص أن تقع بين ذاتين، الحصير للمسجد لكنها تدخل على من لا يتصور منه الملك أو التملك، فالحصير اسم ذات والمسجد اسم ذات، لكن المسجد ده يستطاع أن يتملك شيئا ده شيء غير عاقل، فلذلك هنا اللام أفادت الإيه؟ الاختصاص. يعني هنا نقول المال ملك لمحمد، وهنا الحصير ما ينفعش أقول الحصير ملك للمسجد، أقول إيه؟ الحصير مختص بالمسجد، يبقى اللام هنا أفادت إيه؟ الاختصاص. طيب الاستحقاق أن تقع بين اسم معنى واسم ذات، واسم ذات اسم المعنى زي الحمد، الحمد دي اسم معنى، حد فينا بيرى الحمد بيتذوقه، يعني هل الحمد ده بيدرك بأحد الحواس الخمس؟ لا يدرك، يبقى اسم ايه؟ معنى. ولفظ الجلالة اسم ايه؟ ذات. يبقى هنا اللام أفادت الاستحقاق، ما ينفعش أقول الحمد ملك لله أو الحمد مستحق لله، يبقى إذن اللام إما أن تفيد الملك وإما أن تفيد الاختصاص وإما أن تفيد الاستحقاق. طيب حروف القسم الواو، الواو تفيد القسم، نقول حرف جر وقسم.
تمام؟ ولا تدخل إلا على الاسم الظاهر. أقول والله والضحى والليل والفجر وهكذا. يبقى حرف القسم الواو لا يدخل إلا على اسم ظاهر، لا يدخل على ضمير. طيب الباء تدخل على الظاهر والضمير. أقول بالله ده اسم ظاهر، وبك لأفعلن ده ضمير. طب التاء، التاء تكون أيضا القسم لكنها تختص بلفظ الجلالة، لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، تالله فقط لا تدخل إلا على لفظ الجلالة. إذن هذا بالنسبة لحروف الجر. حروف الجر يعني تبلغ 20 حرفا في اللغة العربية. أشهر حروف الجر ومعانيها من إما أن تكون للتبعيض أو ابتداء الغاية الزمنية أو المكانية، إلى تكون لانتهاء الغاية الزمنية أو المكانية، عن أشهر معانيها المجاوزة، على أشهر معانيها الاستعلاء والفوقية، في أشهر معانيها الظرفية الزمنية أو المكانية، رب أشهر معانيها التقليل، الكاف أشهر معانيها التشبيه، اللام أشهر معانيها إما الملك أو الاختصاص أو الاستحقاق. الملك إذا وقع بين ذاتين ودخلت على من يتصور منه التملك. الاختصاص إذا وقع بين ذاتين ودخلت على من لا يتصور منه التملك. الاستحقاق إذا وقع بين اسم معنى واسم ذات. بعد ذلك حروف القسم الواو ولا تدخل إلا على اسم الظاهر، كذلك الباء تدخل على الظاهر وتدخل على المضمر، كذلك حرف التاء يدخل على لا يدخل إلا على لفظ الجلال. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.